السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى. إذا اليوم وصفتنا راح تكون لي كاريفوري او شوكولا، يعني مربعات المحشية بالشوكولاتة القابلة للدهن. حاجة جديدة درتهم بليمول أغاباسك، راح تشوفوا تقنية تاع كيفاش نخدمو بليمول أغاباسك وتشوفوا معايا العجينة تاعنا. صدقوني حلوة بزاف مليحة، نتمنى تجربوها. أنا ما نطولش عليكم ونروح مباشرة للمقادير. إذا كما راكم تشوفوا اليوم تعمدت أني نوريلكم، يعني مش محتم من وزن ولكن ديما نخدم كما نقولوا احنا بعيني ميزاني. درت تقريبا 125 غرام تاع الزبده، درت 125 غرام من الزبده. دونك انا راني وريت لكم برك نوع الزبده، يعني ومش محتم يعني توزنوا. درت 250 تقريبا 250 غرام من الزبده، تكون كما نقولوا تكون طريه بدرجه حراره الغرفه ولكن بارده، يعني تكون بارده بصح طريه. ندير لها رشه من الملح ونضيف عليها 2 صفار تاع البيض، هذا راه 2 صفار تاع البيض. دونك درنا 250 غرام زبده، رشه ملح، 2 صفار بيض، نضيف عليهم بيضه كامله. يعني دابيتود مور فين نخلطوا كلش مع بعضه، يعني نخدموا ساعة الزبده والسكر مع بعضهم ومن بعد باش نضيفوا المكونات وحده ورا وحده، ولكن هذه سهله نحط كلش على مره. وهنا اضفت 8 ملاعق اكل كبيره سكر ناعم، 8 ملاعق اكل كبيره سكر ناعم. وهنايا ضفت السكر العادي، ضيفوا السكر العادي، تحبوا ديروا 3، تحبوا ديروا 4، 4 ملاعق كبيره. السكر هذا كريستاليزي نحطوه على جال القرمشه، الجاتو يجي مقرمش، هو اللي يمدو هذيك القرمشه. ونضيف لما نضيف 4 ملاعق تاع الاكل سكر اللي هو تاع القهوه، نضيف الزيت، نضيف 5 او 6 ملاعق، هذا في 250 غرام، نضيف 5 او 6 ملاعق الزيت تعطي له هذيك الهشاشه تاع تعطي له الهشاشه. اون بلوس تخلي لو غاتو تاعنا يجي يحكم لنا هذيك لا فورم في المول، يعني لو مول يولي يحكم لا فورم. وهنا عندي ملعقه، شوفوا وريت لكم كيفاش راني هزيتها معمره مليح، يعني عمرت مليح الملعقه تاعي تاع النشا. حطيت 2 كبار وحطيت الاخرى هذيك وتشوفوا فيها غير شويه، تما اضفت 2 ملاعق اكل كبار، 2.5، يعني 2.5 ملاعق اكل كبار تاع النشا داكوغ. والان نضيف الفانيليا. بالنسبه للعباد اللي تحب تضيف الكاكاو في المرحله هذه ضيفوا الكاكاو، ضيفوا 3 ملاعق الى 4. الا كان من المستحسن نستخدموا البني لانه البني في الطعم احسن من هذاك الاسود. اذا انا هادو هما المقادير تاعنا، بسيطه واقتصاديه وتمد لك عدد هايل بزاف. دونك خلطت كامل هذوك المكونات مع بعضهم، والان نحاول ندمجهم حتى يتخلطوا لي كامل السوائل مع بعضها، يعني خلط الزبده وكامل المكونات مع بعض. صدقوني كي تخدموها راح تزيد لكم. نروح الان للمرحله المواليه، بعد ما نخلطها نضيف نحط لها الباتور ونطلعها حتى يبياض الخليط. داكوغ، نطلعها انا نكمل نطلعها بالباتور حتى يبيض لي الخليط ويتضاعف الحجم تاعو. اعتمدوها خاصة هي الناس اللي يخدموا لي كوموند، واي نوع تاع حلوى اللي فوغي تقدروا تستخدموا فيها هذا العجينة. انا نخلي حتى نطبيض، اذا هاي اللي تشوفوا بعد ما بياض عندي الخليط تاعي وتضاعف الحجم تاعو، اخذ لي تقريبا واحد 10 دقائق وانا نطلع فيه. اللي عنده بيتخان يقدر يدير بيها، انا تعمدت بالعاني نوري لكم بلي نقدروا نخدموا بالباتور باسكو مالفا نخدم نخدم بالبيترا. نتوما كيف كيف اللي تقدر تخدم بالبيترا معليش. ونروح نشيح بالفرينه، تقريبا تاخذ لي واحد 450 حتى 500 غرام من الفرينه. نكمل نلمها كيما كنتو تشوفوا فيا، ما نعجنهاش غير بالاطراف الاصابع. هاي ليك العجينه اللي لازم تحصلوا عليها، شوفوها واش طريه وما في ما فيهاش يعني تشققات، تجي رطبه وطريه، لازم تحصلوا عليها هكا. انا نغلفها نخليها ترتاح مده ساعه، مهم جدا انكم تخليوها ترتاح، سورتو هاد لي بات اسابلي ولا لي بات فريابل لازم نخليهم يرتاحوا. اذا انا بعد ما خليتها ترتاح عندي هاد لي مول كاغي، ثم تقدروا تستخدموا اي مول عندك، مدور عندك، لوفال عندك، نيمبورت كال فورم دو مول ليسونسييل، ولا عندك سيليكون دو بريفيرونس تخدموا في الحديد، يجي الجاتو احسن من تاع السيليكون. على باليش انا نحب الخدمه في الحديد يطيب خير ويجيني ابن
خير. دونك واش ندير لها؟ راني يعني نعمر في لي كاغي تاعي او ميم طون نديرهم مقعرين. شوفوا راني ندير مقعرين عليه باش يهز لي من بعد الحشو، لاني راح نحشيهم. نكمل نعمرهم كامل، ندخلهم للفرن يطيبوا على درجه تاع 180 لمده 20 دقيقه لون ذهبي، ومن بعد نخليهم حتى يبردوا باش نروحوا نقلاصوهم. اذا هاوليك اللون لهنا نتحصلوا عليه، شوفوا واش يجي مليح. صدقوني كي يطيب في الحديد يطيب احسن ويجي ابن ويجي، ما نعرف انا نحب الحديد على عليه. ونروح نحشي الحبيبه تاعي تاع تاع لي كاغي ونقفلهم. شوفوا كيفاش تجي الحبه، لازم تجي الحبه طايحه على اختها كيما نقولوا حنا. كملت عمرتهم، لازم نخليهم يشدوا شويه باش في الكلاصاج ما يغبنوناش. نعمرهم كامل بهذاك الشوكولا. تحبوا ديروا ماكسون، تحبوا ديروا نوتيلا، يقدر تقدروا ديروا كونفيتور والكاوكاو، تقدروا ديروا نوتيلا ولا ماكسون بالمكسرات اللي بغيتوا عليه. وهنا عندي الشوكولا البيضاء ما اضفت لها والو، درت لها بان ماغي، خليت المغلم مليح وهي قصيتها لطرف صغار. بعد ما قصيتها حطيتها ذابت، واشاك فوا نحركها حتى ذابت. نخلص انا نقلاصي كامل الحبات ونروحوا نجيبوا هاد لي كاغي اللي خدمتهم بالمول اغاباسك. راح نوري لكم كيفاش خدمتهم. نخليو ديما الشوكولا كي تعود جاريه هكاك ما تحطوش فوقها لا غارنيتور، باسكو راح تزلق لا غارنيتور تاعكم. خليوها تشد شويه روحها، كي تشوفوها قريب بدات راح تشيح باش تحطوا عليها هذوك لي كاغي. فوالا بو هاو لي كاغي كيفاش خدمتهم. كاين دو مول منهم، كاين لي كاغي كاين المدور كاين الكبير كاين بلوزيغ موتيف. انا تخدمت اليوم بهاد لي كاغي، نقصت في الفلاش برك باش تبان لكم لو ديسان. ذوبت شويه كميه قليله تاع الشوكولا البيضاء وكميه قليله من الشوكولا السوداء، لاني سبق لي وخدمت نسيت ما صورت لكم شعاود صورت لكم. هذه هي طريقتي كيفاه نخدم انا، ندير زوج خطوط برك فيهم ومن بعد نبدا نفوت بالغاتوار. اللي ما عندهاش تقدر دير لاسباتول تفوت فاي فيان حتى يتعمروا هذوك الفراغات كامل. هي تبرد الشوكولا كي تعودي تلعبي بها هكا تبرد في ساعه، دونك الواحد لازم يكون خفيف. انا نحي ليكسي هذاك بهذه الطريقه، ديما نحصر الصحنه تاعي اللي فيها الشوكولا لهي. هاكو تشوفوا كيفاش هربتها، نحي هذاك ليكسي بهذه الطريقه وننظف لو مول تاعي. ما يشقى لا تمسحيه لا والو، كي تعود عندك غاتواغ صدقوني الخدمه تجي اسهل ونظيفه. راني نظفته غير بالغاتواغ، شوفوا كيفاش خرج بيض ناصع. بون بعد ما ننظفه مليح نبوزي هذاك لي كاغي لي من الفوق، ومن بعد ندير الشوكولا البيضاء. انا دابيتود نخدم بلا بوش، ندير شوكولا بيضاء ذايبه ما نضيف لها والو. هاد لي دو شوكولا اللي خدمت بهم ما ضفت لهم ولا شيء. نخدم بلا بوش، ندير لا بوش ونبدا نعمر لي كاغي تاوعي باش ما يجيش زايد بزاف وتجي الحبه مفينيه مليح. فوالا نكمل نعمرهم بهذه الطريقه. دو بريفيرونس خدموا تحت بلاطو ولا باش كي تحطوا الشوكولا اخبطوها مره ولا اثنين باش يتساواو. وهنا عندي هاد لي سباتول تاع لي طاغت ثاني نعدل بهم كي نحب حبه ولا نريقلها. بعد ما يبردوا تماما نحيو هذيك الاولى ونروحوا مع بعضنا نحيوهم. هاوليك لو ديسان كيفاش يخرج. تقدروا تستخدموا لي كولور، تقدروا تستخدموا لي كولورون في تاع الشوكولا بيان سور. اذا هادو هما لي كاغي. انا نروح مباشره معكم لصحن التقديم. اذا نعمليك لي كاغي تاعنا بعد ما زيناهم، حاجه جديده حاجه باهيه حاجه اقتصاديه ومليحه. نتمنى ان شاء الله يا رب الوصفه نهار اليوم تكون نالت اعجابكم ونكون وفيت بوعدي ليكم. شكرا على الدعم، شكرا على كامل التعليقات. على نخليكم مع الفيديو ونقول لكم الى اللقاء في وصفه اخرى. لا تنسوا الدعم والاشتراك بالقناه وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع احبابكم. سلام.